اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هبدا بك كريم النهارده وبعض النقاط الفنيه الخاصه بموسيماني وشرحها. بالظبط، لو تفتكر في اسلام كنا احنا اتكلمنا في الفتره الاخيره على اسلوب تعاملنا مع المباريات اللي متقدمين فيها بنتيجه 1-0 خصوصا 1-0 ونيجي في الشوط الثاني لحد ما بيحصل بعض القلق او الحذر الشديد ده عشان نحافظ على النتيجه. مباراه انبي اكدت لي ان الجهاز الفني بيتابع وبيراقب الامر ده في حته التغيير، خصوصا في انك تنزل هاف ديفندر ثالث في الشوط الثاني. يعني مثلا ماتش الجونه، ماتش البنك الاهلي، ماتش الاسماعيلي، ربما نكون عانينا من هذا الامر في الشوط الثاني، كنا متقدمين 1-0 ونيجي احنا فقدنا 6 نقاط. بالظبط، يعني مش عانينا بس. بالظبط بالظبط بالظبط، ونيجي نشوف ان احنا او المنافس دايما بيحرز هدف بعد التغييره بتاعه ان انا نازل هاف ديفندر ثالث واسحب واحد تقريبا بنفس الشكل يا كريم. نعم. الكره بالعرض من ناحيه الشمال. بالظبط، تتلعب بالعرض بيمين المهاجم او الجناح الايسر بيلعبها بيمينه، واحده بيخش كريم بامبو يحطها، وواحده بيخش فخر الدين بن يوسف يحطها. بالظبط، والجميل بقى في ماتش المباراه الاخيره في مباراه انبي لما بيتسو موسيماني جه يغير، ثبت ال 4-2-3-1، ودي النقطه اللي احنا كلنا كنا بننادي بيها، ان انت دايما خلي المنافس يعني محطوط في نص ملعبه. ولو ممكن يكون معانا البييرو عشان نشرحها للساده المشاهدين في الحته دي، مهمه جدا جدا ازاي النهارده فكه ال 4-2-3-1 واحنا بنلعبها بتحط دايما المنافس في نص ملعبه. احنا دايما لما بنقف في نص ملعبنا بهاي لاين ديفنس شويه وبنحط نقف الوقفه دي ال 4-2-3-1 مختلفة شوية عن ال 4-3-3، ونحط برضو المنافسين دايما بيلعبونا بخطة أقرب إلى 4-1-4-1، وممكن الهاف ديفندر الموجود في قدام الأربعة يرجع كمساك ثالث. وبالتالي لما احنا بنحط يا كابتن إسلام الرباعي بتاعنا في نص ملعب المنافس، على طول بيبقى عندك قدرة إنك تمنع المنافس من البيلدينج أب بتاعه، بتمنعه إنه يطلع بالكورة. فكرة بس ربما دي نقطة احنا حسب ما قلنا قبل الفاصل ان احنا نشوف الاخطاء بتاعتنا، واحدة من النقط اللي انا فرحت بيها جدا في ماتش انبي ان احنا عرفنا نقطة خطأ كنا بنعملها. ما ينفعش واحنا بنحافظ على النتيجة بتاعتنا نطلع جناح، وخصوصا في الملعب قفشة، لان قفشة ربما اجادته والافشنسي بتاعته على الخط مش زي قلب الملعب. قفشة بيقدر ان هو يتحرك في المساحات اللي داخل الملعب بصوره افضل بكتير لما تديله واجبات على الخط وتقول له انت محتاج ترجع تدافع مع الفول باك، سواء كان على الناحيه اليسرى او حتى على الناحيه اليمنى لو نفتكر حتى مباراه نادي الزمالك لما خسرناها 3-1. فتاني واحده من النقط اللي احنا محتاجين نتعلمها كويس جدا جدا، وبشيد بصراحه بالجهاز الفني في مباراه نادي انبي، ان لما جه اليو ديانج ينزل اتسحب عمرو السوليه ولم يتم سحب واحد من الاطراف. والحاجه الثانيه كمان لما حبينا بقى في الاخر نسهل الامور عليه، لان اي منافس هيلعبنا واحنا متقدمين عليه وباقي ثلث ساعه او 25 دقيقه، عمر المنافس ده ما هيخترقنا من عمق الملعب، مستحيل، مفيش حد يجرؤ انه يخترق النادي الاهلي من العمق، كله بيتجه من على الطرف عشان يسهل على نفسه مساله الهجوم على المرمى من الكرات العرضيه. زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ماتش الجونه محمد نجيب جاب الهدف من نفس الشكل، عاصم صلاح في ماتش البنك الاهلي عمل الكروس لكريم بامبو من الناحيه اليمنى، ماتش النادي الاسماعيلي فخر الدين بن يوسف جايب الكوره من كوره راسيه من على الطرف. وبالتالي هنا اسهل حاجه لاي منافس هيلعبنا انه يهاجمنا من الاطراف، يبقى احنا لازم نحافظ على ال 4-2-3-1 ان هي بتامن، او ننزل مدافع ثالث عملناها مرتين في ماتش الترجي، كانت ممتازه جدا في ماتش الترجي هناك في رادس لما نزل وما كانش وكان اقرب للاعب خط الوسط ثالث، ولكن وبيرجع في الكره العرضيه. انت لما بتنزل بقى واحد ثالث معاك في الكرات العرضيه في اخر المباراه يقدر هنا يعمل زياده عاديه، فتبقى نسبتك في الحصول على الكرات العرضيه افضل بكتير من المنافس، وعشان كده دي واحده من النقط اللي انا كنت حابب ااكد عليها في التقييم بتاعك.